طبعا النهاردة يوم نشاط خدمة عامة طبعا لطلبة الجامعة لإصلاح ما أفسدوا المفسدون، أفسدوا الحائط الموجودة في الجامعة والدهانات الموجودة فيها. فده شيء مبادرة إيجابية من طلاب الجامعة، خدوا على عاتقهم إن هم يتولوا إصلاح المباني الموجودة ودهانات الجامعة وكل الأشياء المخالفة اللي كانت اللي شفتها دلوقتي على الأسوار. هم قالوا احنا هنصلحها، وزي ما انت شايف الصوره قبل الاصلاح وبعد الاصلاح مختلفه تماما. وطبعا انا بشكر كل العاملين في دار عمل الشباب ورسوم الاستاذ هشام عويس والدكتور خالد عطله والدكتور عبير ياسين، كل العاملين ان هم طبعا وقفوا جنب مع ابناء الطلبه، وقبلهم كلهم طبعا ابناء طلبه جامعه الفيوم على هذه البطوله الكبيره اللي انت شايفهم كلهم. بسم الله شباب الجامعه الحلوين دول، اللي لولاهم ما بقاش حاجه في الجامعه موجوده يعني. وده مثال كويس لطلاب الجامعه، ودي الغالبيه الموجوده الكبيره في الجامعه. القله القليله ديت يعني زي ما انت شايف النهارده اندثرت تماما، ما بقاش موجوده. ده فعلا وقعوا الدرس وعرف ان هم كانوا ماشيين في طريق مش مظبوط، ودلوقتي الطريق هو ده الصح اللي احنا ماشيين فيه. فلهم كل الشكر مننا، وان شاء الله هتلاقي حاجات كتير احسن من كده باذن الله في القريب العاجل. تعالى يا عم جمال. ايوه يا عم رئيس.